السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة الأمراض، برنامج حقيقة الأمراض، وفي هذا البرنامج نريد أن نعرف يعني الأشياء يعني من أين أتت، لأن يعني لم نعد في عصر يصاب الشخص بمرض ثم يذهب يأخذ دواء ويشفى وهكذا. يعني هذا يعني القرن الماضي كان هذه الأشياء، لما نصاب بجورتون حمى التيفويد أو بعض الأمراض هكذا نأخذ يعني دواء ثم يعني بعد أسبوع أو أسبوعين يعني لا بأس. فالآن أصبحت أمراض أخرى يعني مزمنة، أمراض ثقيلة جدا، أمراض مناعية، سرطانات، ثم أمراض نقص بعض الأشياء، ثم كل هذه الأشياء هي كلها تأتي من تسممات الجسم، تسممات الأعضاء. وطبعا لما نقول تسممات فيعني إما أن العضو يتوقف أو إما أن وظيفة تتعلق يعني بالأعضاء، الوظيفة التي يعني تتحكم في الأعضاء يعني يصبح فيها خلل. ففي هذه الحلقة نتكلم عن حقيقة الأنيميا أو فقر الدم أو يعني عوز الحديد، ما نقول فقر الدم نقول الحديد. والآن يعني أن يعني شيء كارثي، أن الأنيميا الآن وصل للحالة الكارثية عبر العالم. يعني جميع الدول الآن تشتكي، وجميع الأعمار يعني الأطفال والنساء والرجال وكل الأشخاص. ولكن نبدأ يعني دائما بالإيتيولوجيا، نبدأ بالأشياء التي نشاهدها، لأن الإنسان عاش دائما منذ أن خلق على وجه الأرض كان دائما يراقب الأشياء التي من حوله. نحن الآن أصبحنا لا نراقب هذه الأشياء، أصبحنا نعيش وكأننا يعني معزودين ويعني مسدود علينا في مكان ما. فالمناطق على الأقل في المغرب نلاحظ، جميع الدول ليس في المغرب فقط، أن السكان خارج المدن، يعني الآن البوادي المغربية مثلا، عند البوادي المغربية تقل فيها الأمراض، كل الأمراض تقل، كون هناك أمراض نعم، ولكن تقل نسبة الأمراض في البوادي، لا زالت يعني الآن بدأت تمشي بسرعة. يعني من 2010 الآن بدأت الأمراض في البوادي تقريبا تأخذ نفس الوتيرة اللي في المدن. لماذا؟ لأن بحكم وصول يعني المواد المستوردة والمواد الغذائية ونمط العيش، الناس في البوادي أصبح لديهم ثلاجة في المنازل، أصبح لديهم كهرباء ويعني ماء صنبور إلى آخره، فأصبحوا يعيشون في مدينة يعني، والمنتوجات كلها توزع، يعني هذه الحلويات والمشروبات الغازية والزيوت المكررة والأشياء هذه أصبحت توزع تماما كما توزع عند الباعة في المدن. فهذا شيء يعني يجب أن ننتبه إليه. لماذا تقل الأنيميا لا عند الأطفال ولا عند النساء يعني في البوادي؟ ولماذا الأنيميا تكاد تعمم في المدن أو خصوص المدن الكبرى هذه؟ هذا من جهة. من جهة أخرى أن الأشخاص الذين يقومون بأعمال فيها جهد، الذين يعملون بعضلاتهم، عندهم نسبة في الأنيميا أقل من الأشخاص الجالسين. هذا كذلك شيء يعني شيء غريب جدا، يعني النساء التي لا تتحركنا أو يعملنا في المكتب أو يعني الرفاهية يعني بالسيارة للعمل من العمل المنزل، لا تتحرك المرأة ولا الرجل ولا حتى الأطفال لا يلعبون يعني جيد. فيعني الحركة كذلك تلعب دور مهم جدا في هذه الأنيميا هذه، لأن بدون أكسجين لا تقع كثير من المفاعلات الكيماوية داخل الجسم. ونحن نعلم أن دور الكريات الحمراء هي أخذ الأكسجين ويعني وإيصاله إلى الخلايا هذه. يعني ويجب أن يكون حجم هذه الخلايا الحمراء جيد وعددها جيد، ويكون كذلك يعني تحركها جيد. ولذلك نحن نعمل الإيماتوكريت مع الخلايا، عدد الخلايا الدم ثم الهيموغلوبين يعني هذه. فيعني هذه الأشياء هذه هي مدققة. نحن الآن نتكلم عن الأنيميا فقط، أما الأمراض التي تتعلق بالدم فيعني أصبحت غير معروفة ومجهولة، ويعني نسأل الله السلامة والعافية. قضية نزول الصفائح أو صعود الصفائح ونزول الكرية البيضاء أو صعود الكرية البيضاء أو نزول هذه الكرية الحمراء في نفس الوقت مع الكرية البيضاء أو مع الصفائح، ثم طبيعة الكرية البيضاء هذه يعني الأيوزينوفيلات مع البازوفيل مع البولينيكلير مع المسائل هذه،
علي لا إله إلا الله، هذه أمراض الدم لا نتكلم عليها، وقد تكلمنا عن هذه الأعراض في التسعينيات، تكلمنا عن هذه الأشياء وأخبرنا عن هذه الأشياء، لأن إذا بقي نمط العيش في تغير وفي تلوث وغادي يتجه إلى الكوارث، فهذه هي الكوارث التي أسقطنا فيها. الأمراض المناعية أمراض مجهولة غير معروفة، وأقولها وسأقولها وأقولها 100 مرة، أمراض غير معروفة، أمراض مجهولة، لا هي أمراض مناعية ولا هي سرطان ولا هي أي شيء. يعني الآن يصعب تفسير تحليلات الدم عند الأطفال الآن مع يعني مع طبيعة الخلايا يعني في الدم. ثم المؤشرات الأخرى، يعني صعود ترانزامينات وهبوط الفيريتين والبيليروبين بدون أن يكون هناك لا يعني التهاب الكبد ولا أي شيء، يعني ولا سرطان ولا أي شيء. فالأنيميا الآن أصبح كما قلت وضع كارثي عبر العالم. ليس الحل في الحديد، يعني خلاص الحديد هذا ليس حل، هذا حل يعني الآن لم يعطي أي شيء. هل يعني الكارثة الآن واقع الآن، والأنيميا كارثة واقعة في جميع المجتمعات عبر العالم، وهذه الكارثة فعندها عوامل شتى وليس نقص الحديد. أن التحليل عند أنيميا ونعطي الحديد، ثم إذا كان الجسم لا يأخذ هذا الحديد، إذا كان الجسم لا يستعمل هذا الحديد حتى ولو أخذه من الصيدلية، فالحديد موجود في الطبيعة، الحديد موجود في كل ما خلق الله، جميع النبات فيه حديد، جميع اللحوم فيها حديد، جميع الأسماك فيها حديد، جميع خشاش الأرض فيها حديد، جميع الأعشاب فيها حديد، جميع الخضار فيها حديد، جميع الفواكه فيها حديد، جميع الحبوب فيها حديد، حتى النعناع فيه حديد. ليس هناك شيء مخلوق في الطبيعة بدون حديد، لا يوجد. أما قضية الحديد نقص في الطبيعة ثم نعطي حديد، فهذا حل ترقيعي، والآن أصبح يعني عوض أن نبحث عن الحل نبقى دائما نتغاضى عن هذه الأشياء هذه، فيجب أن نبحث عن الحل. فهناك تسمم واضح، نحن تكلمنا عن تسمم بالرصاص وبالألمنيوم، إذا كان هناك تسمم بهذه المعادن الثقيلة تكون أنيميا، إذا كان مشكل في النحاس تكون أنيميا، إذا كان مشكل داخل يعني على مستوى الكبد فيما يخص الفيريتين في زيولوجيا الكبد يكون مشكل أنيميا، إذا كان هناك أغذية يكون فيها الحديد ليس على الشكل السهل في الامتصاص يكون كارثة، إذا كان الميكروبيوتا إذا كانت البكتيريا الصادقة في القولون لا تعمل جيد و ليس هناك توازن بين الخمائر والبكتيريا اللبنية أو البكتيريا الصديقة يكون أنيميا، ليس أنيميا يكون جميع الأمراض وليس أنيميا. ولذلك فهذا يعني الآن نلاحظ على أن يعني يعني الحل الآن يجب أن نتجه إلى القولون، يجب أن نتجه إلى الجهاز الهضمي. الحديد لا يمتص، إذا امتص الحديد فلا يصل إلى الدم. هنا علي ما كاين مشكل، ليس الحديد ناقص في الاكل، الحديد موجود في الاكل، الكميه الموجوده في النظام الغذائي كافيه ولو اكل الناس الخبز، الحديد كافي في الطبيعه، فالحديد لا يصل الى الدم. فهناك انزيمات عمل هذه الايرون كيليشن وهذه البورفيرينات، ان لما يكون تسمم بالرصاص فعوض ما يكون بورفيرين الحديد تكون بورفيرين الزنك، يعني هذا الرصاص كيغلط يعني حتى الانزيمات هذه اللي. طبعا غادي يكون تسمم هنا ماشي ليس انيميا فقط، يعني انيميا ليس انيميا انما كارثه وليس انيميا هنا. فهذا المشكل الانيميا الان هو مشكل تسمم وليس نقص الحديد. من اين ياتي هذا التسمم؟ يأتي من التي نسميهم يعني الأنتي ناتريانس، يعني هناك مغذيات وهناك مضادات لهذه المغذيات، هذه الأشياء اللي كان يعني لا مغذيات، هناك المغذيات واللا مغذيات. فالمغذيات ناتريانس معروفة، هي البروتينات، هي الدهون، هي يعني السكريات أو الكربوهيدرات، ثم معها الألياف مع الفيتامينات مع الأملاح المعدنية، الآن أضفنا المضادات للأكسدة إلى آخره. فماذا يبقى؟ يبقى الأشياء التي تشد هذه الأملاح، ثم الأشياء التي تسمم الأعضاء، التي تكبح امتصاص الحديد وتكبح امتصاص الحديد إما مباشرة على مستوى القولون أو بطريقة غير مباشرة لما يمتص مع معادن أخرى لكي يصل إلى الدم، مشكل الرصاص والألمنيوم، لأن الامتصاص الحديد وامتصاص الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم يتم بنفس الشكل، امتصاص الألمنيوم والرصاص والزئبق والأرسنيك
والكادميوم يعني أشياء أخرى النحاس إلى آخره، يتم نفس الشيء الامتصاص، يتم نفس الشيء. إذا كان الكادميوم والأرسنيك والزئبق والرصاص والألمنيوم يعني بكمية كبيرة، الفيدباك إنيبيشن كاين هناك، لا يمكن للحديد أن يوصل، لا يمكن للحديد أن يوصل، ثم يكون تسمم على مستوى الكبد. نرجع للستريس أوكسيداتيف، هذه يعني مشاكل أخرى هذه اللي نرجع لها من بعد. فأولا النقطة الأولى أن الحديد لا ينقص في الطبيعة، ولا يراهي الناس على الحل أنني سأخذ الحديد. النقطة الثانية يجب علي يجب أن نبحث عن الحل. النقطة الثانية يجب أن يعلم الناس أن الأنيميا الآن الحاصلة، الكارثة الحاصلة الآن هي من كبح امتصاص الحديد وكبح وصول الحديد إلى الدم، بمعنى أن يجب أن نتوقف عن تناول الكبحات. الكبحات هي المضافات الغذائية، المعادن الثقيلة، هي البلاستيك، هي مسائل الطبخ، هي المسائل هذه التي نتناولها إما في المياه أو في الأكل. أشياء كثيرة عاليا، حتى يعني مصائب الكوسميتيك تضاف إلى ذلك، مصائب الكوسميتيك يعني هذه البارابينات والمسائل هذه التي تأتي عبر الكوسميتيك. ثم يعني النقطة الثالثة هو البروبيوتيك، هو الميكروبيوتا، هو القولون هذه الجات. عندنا مشكل في الجهاز الهضمي، هذا الجهاز الهضمي لا يعمل جيد، ليس حديد فقط إنما كل الأشياء، وليس حديد هذا الجهاز الهضمي، يجب أن هذه الميكروبيوتا يجب أن تتوازن، معنى تتوازن يجب أن لا يكون الخمير أكثر من البكتيريا الصديقة كانديدا، يعني خميرات الكانديدا أصبحت الآن يعني مع الكلوستريديوم، بعد أشياء الكلوستريديوم التي أصبحت الآن في القولون في الجات أكثر من البكتيريا الأخرى. نحن الآن نحلل هذه الأشياء ولا نجد شيء، ولا نجد شيء، شيء صعب يعني أنك أن كنا نجد عناصر جورتومية، عناصر جيدة في هذا الجات، لا نجد شيء، غريب لا نجد شيء. ثم ولذلك طلعت هذه البكتيريا المعدة، هذه الإليكوباكتير بيلوري، علاش الآن تسيطر على الجات، تسيطر على المعدة؟ علاش هذه البكتيريا كانت دائما موجودة وخلقت مع الإنسان، فلماذا الآن يعني تجاوزت حدودها؟ لماذا الآن أصبحت عند كل الناس هذا؟ لماذا؟ لأن الأشياء التي نأكلها فيعني خلت هذه يعني جعلت هذه البكتيريا تصعد الآن، وأننا تقرحات المعدة وما إلى ذلك علي حدث ولا حرج، وهي بكتيريا خطيرة جدا. نضيف إلى هذه الأشياء اللكتينات، الآن اللكتينات الموجودة في الأغذية الحديثة وهي المغيرة وراثيا، يعني حالة الاكتينات في هذا يعني التغيير الوراثي الذي أصاب النبات والحيوان على حد سواء، فهناك الاكتينات الآن جزيئة، معلين الاكتينات كان دائما موجودة، موجودة في يعني في البقوليات، موجودة في الحبوب، موجودة في الخضار، في الفواكه، لكن مستوى الاكتينات الآن يعني تضاعف، مستوى تضاعف يعني بشكل خطير جدا. لذلك الآن كل شيء الناس كلهم يشتكون من الجلوتين ومن الكازين، وليس مشكل جلوتين وكازين، ومشكل تغيير وراثي، مشكل الاكتينات، ومشكل العلين. الجلوتين هو الجلوتين الذي خلق الله منه الاجتماع، الجليادين وليس الجلوتين، والمشكل الجليادين لما يحل الجلوتين ويعطي جليادين، فالجليادين هي التي كانت تسبب مشكل المصابين بالسيلياك. الآن ليس مشكل الجلياتين، هناك علين، الناس المصابين بالسيلياك عندهم مشكل الجليادين معروف، ولكن الأشخاص اللي عندهم تقرحات وعندهم أشخاص يشتكون من الجلوتين، من التوحد مثلا، توحد تسمم داخلي فيزيولوجيا، أنزيمات الآن لا تعمل على طرح السموم من الجسم، ثم نقطع الجلوتين، وغريب شيء غريب، لأن الجلوتين كيعطي أوبويدات، لما يهضم يعطي أوبويدات، أوبويدات يعني الأندورفينات يعني على مستوى القولون، وهذه الأوبويدات هي التي تحدث انزعاج على مستوى الجهاز العصبي، ولذلك نمنع الجلوتين ونمنع الكازين، لأن الكازين كتعطي كذلك كازامورفين، والكازامورفين هو أوبويد، كازامورفين مع الأندورفين هذو أشياء تنزعج، ولذلك كنحبسوا الكازين وكنحبسوا الجلوتين على الناس المصابين بالتريس التوحد فقط، إنما كل كثرة الحركة عند الأطفال، يعني عموما كثرة الحركة عند الطفل يجب أن نوقف الجلوتين الكازين ويكون جيد، يعني الأكريلاميد إلى آخره هذه أشياء. فأنيميا الحديد أو عوز الحديد الآن هو شيء تسممي فيزيولوجي وتوكسيكولوجي، وليس نقص الحديد يعني في الطبيعة، ويجب أن ننظر في الأشياء التي سببت هذا لكي لا نبقى نتكلم هذا. فما هو الحل؟ هل هو هذا؟ يجب أن نبدأ علي أخذ الحديد وزيارة الطبيب، هذه لا نتكلم عنها، الشخص هذا يزور طبيب سيصف له حديد، هذه لا نتكلم عنها، نتكلم عن الحل الجذري، المريض ماذا يجب أن يفعل مع هذه الدواء ومع هذه الأشياء الحديد، ماذا يجب عليه أن يفعل؟ يجب عليه أن يبدأ أولا يعني الامتناع عن الأكل في الأزقة، الأكل في الشوارع، الأكل خارج المنزل،
هذه أول نقطة يجب أن يقوم بها الأشخاص الذين لديهم أنيميا، إما أطفال إما نساء إما رجال إما مرضى، إما يجب أن يتوقفوا عن تناول الطعام خارج المنازل، الجانك فود والفاست فود وجميع الأشياء التي يعني تؤخذ. ثم النقطة الثانية، جميع المواد الصناعية، جميع المواد التي أخذت بروسيس لأنها معلبة في الألمنيوم أو معلبة في البلاستيك، لأن فيها مضافات غذائية، لأن فيها بعض الأشياء التي ربما تأتي بمع هذه التقلية يعني المضافات الغذائية، المضافات الغذائية تسبب أنيميا، هذه معروف. فهذا نحبس هذه الأشياء. ثم طريقة الطبخ، يجب ألا يكون طبخ سريع، ألا يكون طبخ بالقلي في الزيت، أشياء مقلية في الزيت أو أشياء يعني مطهية بسرعة مثل الضغط بالبخار أو الميكرو أوند أو شيء، يعني أشياء اللي تطبخ بسرعة ممنوعة على الناس اللي عندهم الأنيميا. يجب أن يكون طبخ هادئ وطبخ على حرارة هادئة ولوقت طويل، ويكون طبخ مواد طبيعية وطبخ المنزل، ويأكل الشخص في راحة ولينظر من بعد، يعني من هذا النمط، هذا لما يغير نمط العيد وينظر هذه الأشياء. طبعا إذا أخذ الدواء، فنحن نتكلم عن دواء، ممكن يأخذ دواء، فإذا بقي يعني إذا رأى بأن صحته تتحسن وأن الأنيميا تتحسن، يعني مستوى الحديد ومستوى الفيريتين ومستوى أشياء تتحسن جيد كما نريد، فيجب أن يبقى على هذا النظام. لأن الذين الذي عهد الناس وأن أنا أعمل دايت، أعمل ريجيم لمدة شهر شهرين ثم أعود لعيشي كما كنت عليه، لا، هذا لم يعود الآن والد، هذا يعني يجب أن يمسح الناس هذه الأشياء منه. إذا غيرت نمط العيش وأعطاك نتائج فيجب أن تبقى على هذا النمط، يجب أن تبقى عليه، أن تبقى بدون مشروبات غازية بدون مواد صناعية إذا كانت صحتك يعني تحسنت فقط. هذه أشياء يعني أقل ما يمكن لمنطق أن يفهم الناس هذه الأشياء، هذه أشياء منطقية، هذه يعني لا يمكن أن يشوف ما تكويت، لا يمكن شيء أعطاك نتيجة ثم تترك وترجع الأشياء التي يعني أوصلتك للمرض، يعني it doesn't make sense. فيجب أن يعني أن تبقى على النمط الذي أعطاك نتائج هذه، ثم تحت المراقبة، يعني تعمل تحليلة والمراقبة، هذه لا نتكلم عن هذه الأشياء هذه. فيجب أن يتدخل المريض كذلك، يجب أن يفكر المريض في الحل ولا يترك كل شيء على الطبيب وكل شيء على الطب، يجب أن يفكر المريض كذلك في المرض، يجب أن يعمل المريض شيء. كثير من الأشياء الآن تأتي من تسممات، بعض التسممات منها تسممات بالأعشاب مع الأسف الشديد، أشخاص أنا أخذ فوة، أنا أخذ هذه، أنا أخذ هذه لأن الفوة حمراء فيها حديد، لا إله إلا الله، هذا شيء يعني في هذا القرن، يعني في القرن 21 لازلنا يعني نفكر هكذا، هذا شيء يعني يجب أن ينساه الناس، هذه يجب أن تتوقف تهزو ستوب. فهذه المسألة، هذه مسألة الأنيميا هي مسألة مجتمع وليس مسألة فرد، يجب أن ننظر يعني نمط العيش في المجتمع كيف، لأن لما يظهر مرض في المجتمع فطبعا لأننا نتناول نفس الأشياء ولأننا نتناول نفس الكوارث، فيجب أن ننظر هذه الأشياء، فلا يمكن أن نكون على نفس النمط وشخص عنده أنيميا وشخص ليس لديه أنيميا، لا يمكن، كل الناس عندهم أنيميا يعني في مستويات محدودة، مثل الفيتامين دي، مثل الفيتامين دي الآن الناس عرفوا بأن مستوى الفيتامين دي ليس عند شخص وليس عند شخص آخر، القاول الآن دابا ما كاملش 5% اللي عندهم فيتامين دي يعني فوق 30، فيتامين دي صار العالم كله يشتكي منه، يعني أمريكا كانت تشتكي يا أوروبا من الفيتامين دي في السبعينيات وفي الثمانينات، الآن يعني أصبحنا نفكر في الفيتامين دي، علينا يعني لو لم نطلب من الناس بأن يقوموا بتحليلات الفيتامين دي لما يعني عرفوا كاع المشكل فين كاين، وعلى عن الكيميوثيرابي، الناس في الكيميوثيرابي كيعملوا بي يعني تحليلة ديال الدم كاملة ولا يعملوا لنا تحليلات الفيتامين دي، لأن لا يمكن تعمل كيميوثيرابي وأنت عندك فيتامين دي تحت 10 وتحت 7، لا يمكن، فيتامين دي لازم تكون مع التحليلة، الأشخاص اللي مقبلين على يعني أخذ العلاج الثقيل هذا علاج الكيموثيرابيا. فهذه الأنيميا، علاج الأنيميا هو أن الناس يتوقفوا على نمط العيش الذي فيه كبيحات، ثم يغيروا نمط العيش، أكل المنزل أشياء طبيعية جيدة، ثم ينظروا الحالة كيف أصبحت، يعني هناك أطفال يكثرون من مشتقات الحليب، ونحن نعلم أن مستوى مرتفع من البروتينات يعمل بلوكيج، كي يوقع واحد الحبس ديال الفيتامينات وديال الأملاح المعدنية، يعني
فالإكثار من المشتقات، نحن ما نمنع مشتقات الحليب ولا منعنا اللحوم، نحن نتكلم عن ترشيد الأشياء كيف يجب أن نتناولها وتكون جيدة، أشياء جيدة وكيف نتناولها. فالأطفال اللي عندهم أنيميا أو أنيميا يعني حادة يجب أن يتوقفوا أولا عن هذه الأشياء، يعني أن يمتنعوا عن تناول هذه المشتقات الحليب لوقت معين، ثم ينظروا الحالة كيف أصبحت عند الطفل، ثم بعدها يكون ترشيد المستوى. ممكن يأخذ مشتقات الحليب مرتين في الأسبوع أو ثلاث مرات، ولكن خمس مرات في اليوم لا، يعني شيء يعني خطير على الطفل يعني هذه. فهكذا يجب أن يعني أن تكون الأشياء، فربما يكون الأمر بسيط جدا بسيط جدا، يعني هو يبقى الناس هكذا يعني أنا ما أخذ حديد جيد ما أحبس الحديد، لا أخذ حديد جيد أحبس الحديد يرجع الحالة كيف كانت. يجب أن لا نبقى بين هذا الأخذ والرد، يجب أن يكون حل جذري. أنا قلت يعني هذا التحليل والمسائل غدا تمشي، ولكن أول نقطة ليس هي طبعا غدا تأخذ دواء تمشي الصيدلية غدا تأخذ دواء، يعني من هذه النقطة صفر. أما النقطة الثانية هي أولا تغيير نمط العيش والنظر في هذا النمط، أن يكون أشياء يعني تتعلق بكل شيء حتى بطريقة الطبخ بطرق الطبخ، ثم ينظر الشخص هذه. فربما تكون أشياء بسيطة جدا ولا ينتبه لها الناس، وربما تكون أشياء يعني لا تتطلب أي شيء، فقط أن ينظر الناس في نمط العيش ثم لا يكون هناك إن شاء الله يكون هناك مشكلة. هذه هي حقيقة الأنيمية، وليس أنيمية أن الحديد ينقص في الطبيعة. من قال أن الحديد ينقص في الطبيعة فقد كذب على الناس، الحديد لا ينقص في الطبيعة، والمأكولات التي كان يأكل الناس من قبل هي التي نأكلها الآن. فالذي نقص هو فيزيولوجيا الجسم، الذي نقص هو تلوث الأغذية، الذي نقص هو هذه سرعة الحياة وهذه يعني الحالة التي حتى يتناول عليها الشخص الأكل. إذا كان الناس الشخص يتناول الأكل وهو في العمل وهو يسوق السيارة وهو منزعج وهو يعني مضطرب ويتناول، فلا يستفيد من هذا الأكل، من الأحسن أن لا يأكل حتى يكون في راحة وحتى يستريح إن شاء الله. هذه نكتفي بها.